الكاف. المفاجأة اليوم كانت كبيرة جدا، كاف أعلنت عن 3 أسماء لا يوجد من بينها لا رياض محرز ولا ياسين بونو. أوكي، ياسين بونو موجود ضمن قائمة 3 المرشحين للفوز بجائزة أحسن حارس لسنة 2023 وسيفوز بها بطبيعة الحال، ولكن رياض محرز لم يجد اسمه في قائمة، ولا واحد وجد اسمه، وكانت الصدمة الكبيرة جدا. نتكلم على صدمة فنية وصدمة أخلاقية. لا 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 لا، ما كاين لا أخلاقية لا زعما، كاين الصدمة عندكم، صدمة عندكم هي انت وهذوك اللي بحالك واللي معاكم. شنو صدمة أخلاقية؟ شنو صدمة أخلاقية باغي تخلق بأن الناس رياض محرز تصنف مع أفضل قائمة أفضل لاعبي العالم؟ يا كانت القائمة فيها 30 لاعب واجيبوا لي يا صاحبي دابا، حنا هضروا زيدوا معايا في الهضره. ياك الفرنس فوتبول وداك المسخط ديال كميدودي داروا القائمه ديال افضل لاعبين 30 لاعب، 30 لاعب كان معاهم محرز؟ لا، كانوا معاهم اللعابه نتاع 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 مانشستر سيتي، كانوا شحال 7 ها هي سجلتهم، 7 نتاع اللعابه ديال مانشستر سيتي كانوا ضمن 30 افضل لاعب في العالم. هذوك 7 نتاع مانشستر هل من بينهم محرز؟ لا. ومنين جبتوا لنا نتوما هاد محرز؟ منين جبتوا لنا نتوما هاد محرز؟ راه محرز انتوما شكون شكرك العروسه امي وخالتي واللي جالسه قبلتي؟ شكون شكرك العروسة أمي وخالتي واللي جالسة قبلتي؟ أما حنا اللي كنعرفوه في هاد الشهر اللي فات 30 لاعب، 30 أفضل لاعب في العالم، فيهم 7 نتاع الناس ديال مانشستر. هذيك مانشستر اللي دات الليغا والزوندر ليغا والفوردر ليغا والسوندر ليغا، هذيك مانشستر داو 7 نتاع اللعابة فيهم هالاند، هما فيهمش محرز. علاش؟ لان محرز كان جالس في الدكه كيضرب الدكه تو سامبلومون باسكو محرز ايتي دون لا دكا ايل برون سا دكا، باسكو محرز ما لعب لا نصف النهائي لا النهائي، باسكو محرز لعب الربع لعب فيها 20 ساعه ولا 35 دقيقه تو سامبلومون. زيد ما اخرى صدمة اخلاقيه بالدرجه الاولى، لان رياض محرز ببساطه هو بطل دوري ابطال اوروبا، ببساطه هو بطل انجلترا، ببساطه هو صاحب كاس الاتحاد الانجليزي، ببساطه. كيفاش ببساطه؟ راه حتى هذاك اللي ما عمرو لعب معاه شتيت واحد اللاعب سميتو عنده كيهز الرقم 27 شتيه؟ واحد اللاعب سميتو سونك 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 عنده الرقم 27 شتيه ولا ما شتيهش؟ حتى هو مع مانشستر ودا، حتى هو دخل ملي داو الكاس، حتى هو دخل دخل حتى هو فرحان هكذا كيحوز الكاس، حتى هو كره ضربه واحده ما ضربهاش، جريه واحده في الملعب ما دارهاش، ها كيسخن لهم البنادر في سميتو في في في, في الفيستير. واحد اللاعب تما كان كيسخن لهم البنادر وكيسخن لهم طارج في الفيستير، هذاك ادى ميداليه حتى هو، ادى ميداليه ودا حتى هو البريما، ادى البريما جدك حتى هو، حتى هو قسموا معاه سي نورمال. ايوا واش غتقول على هذا؟ كان كيفرق عليهم الماء كما قال خيطان، والله العظيم بالله كيفرق الماء مع اللعابه ملي كيخرجوا شحفانين، حتى هو ادى الكاس، ادى 3 الكؤوس. هو ثاني افضل هداف خلال السنه مع فريقه، ببساطة هو أول أفضل ممرر في سنة 2023، شارك في أكثر من 49 مباراة مع فريق مانشستر سيتي خلال الموسم. ببساطة شارك دابا اللي شارك 5 دقائق 4 دقائق 3 دقائق 5 دقائق 3 دقائق 4 دقائق 7 دقائق 10 دقائق، هذه مشاركة ليس هناك أفضل من، ولكن الاتحاد الافريقي
طبعا لأنه القائمة صادرة منهم. اختار حكيمي، بغاش تخرج له حكيمي مدافع نادي باريس سان جيرمان، بغاش تخرج له بلقب الدوري الفرنسي مع فريق باريس سان جيرمان أشرف حكيمي. اختار كذلك أوسيمان مهاجم نيجيري نادي نابولي الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي مع نابولي. وخسر أيضا محمد صلاح الذي لم يفز بأي شيء وفريقه لم يتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وكان ها هو كي 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 المصريين ما عندي ما ندير لكم، ها هو كيضرب لكم في صلاح، يلا منكم ليه صافي. احنا نهضروا على حكيمي ونهضروا على بونو، هو قال لكم صلاح ما داولو، انتم تعرفوا فخر العرب نتاعكم واش الدوله ما داش واش يستاهل ما يستاهلش، هذاك سوقكم بيناتكم. ايا حتى يفتحوا عليك عاود لايفات من عند كاع الناس ملي ما كيدوش شي واحد نتاعك يقولوا كيفاش وقع وقع وقع. حنا درناها مع بونو، بونو كان كلاسي 13 13 وهذاك اللي دا الكاس اللي دا احسن حارس كان كلاسي 15 ومع ذلك دا مول 15 وما داش بونو مول 13 وما قلناش حقرونا سرقونا مؤامرة لقجع دار ولا لا صافي. كي وقعت التصويت سي كولزيع راه كاين تقنيين وفنيين ومدربين ومحللين واعلاميين، كاين حتى الاعلاميين كبار الاعلاميين توما كيصوتوا بحال دابا مثلا في المغرب هذاك مصطفى بدري، ماشي بدري سميتو مصطفى، هذاك اللي عنده المنتخب جريده المنتخب، هذاك من المستشارين الكبار على المستوى الافريقي اللي حتى هو كيصوت. دابا كنعطيكم غير واحد من الاعلاميين المغاربه، هما كيختاروا ثلاثه اربعه د الاعلاميين هنا، ثلاثه هنا ثلاثه هنا جوج هنا واحد هنا واحد هنا ثلاثه هنا جوج هنا كذا، على الاقل واحد 60 70 80 اعلامي. الادريسي شكرا طلال، الادريسي بدر الدين، الادريسي بدر الدين بدر الدين الادريسي واخرون، هذا على مستوى الاعلاميين، على مستوى المدربين، على مستوى سميتو، على يعني تجي انت تقول ودي راه يجد المعايير التي اعتمد عليها اليوم، حتى المعايير التي تم على اساسها اختيار هذا الثلاثي ايضا لا يوجد اي معيار تماما. تكلمش على المستوى كيفاش لا يوجد اي معيار، كيفاش واش خدامين عند حناك ولا ما فهمش يوجد اي معيار. غريبه هذه القضيه هذه ديال صافي دابا هما ما داوش محرز لا يوجد اي معيار، دابا خصهم يتشاوروا معاك انت، ها خصهم يعيطوا لك سي سي دراجي شوف راه كنديروا شي معايير وبغينا نوريوهم لك، هاك هاك ها هي المعايير. المعايير كيعرفوها الناس اللي كتصوت، الناس اللي خدامه في هذا الجانب هذا، سول المدربين سول التقنيين سول الفنيين وغيقول لك بانه كيتم التصويت وكاينه اونغري ليفاليواسيون راه معروفه هذه، كاينه اونغري محرز اذا كان فعلا لاعب مجهد. وشنو دار الجزائر؟ يعني قول لي وشنو دار محرز للمنتخب الجزائري؟ اين ذهب بالمنتخب الجزائري هاد العام ولا هاد العام ونص ولا هاد العامين الاخيرتين؟ وشنو دار محرز بالمنتخب الجزائري؟ لانه اللاعب القوي كيكون قوي في النادي نتاعو كيكون قوي في المنتخب نتاعو. وشنو دار بالجزائر بالمنتخب الجزائري؟ جاب ما قبل الاخير في كاس افريقيا مؤخرا، ما قبل الاخير المنتخب الجزائري جاء ما قبل الاخير في كاس افريقيا نتاع الكاميرون وما تأهلش لكأس العالم. كيلعب بالمطلق للاعبين الثلاث، ولكن نتكلم على سنة 2023 والتي ولا واحد يقدر يستحق الجائزة أفضل من رياض محرز وبدرجة أقل حتى ياسين بونو، لأنه شوف قال لك ولا واحد يستحق. دابا حتى تكون خدامة عندك دابا نتاع الكاف، مشوف ملي دير الكاف نتاعك أنت أعطيها لمن ما بغيتي، هذا كافك ملي يكون كافك دير فيه اللي بغيتي والكاف نوعان صافي. دابا الكاف نتاع الكاف، الكاف نتاع الكاف كتخدم فيه الكاف، هي كافها كتعرف واش تدير به، تقعد عليه تشمشو تحمرو تزمرو
كافها هذاك، انت ديها في كافك، انت كافك دير فيه اللي بغيتي، اعطيه المحرز، اعطيه ما بغيتي، سوقك هذاك. نهائي كأس العالم وفاز باللقب الاتحاد الاوروبي لكرة القدم مع فريق اشبيليا. لو كان النصيري كنا ممكن نقول موجود في الثلاثة. اوكي، كيفاش كنا ممكن زعما؟ اه سيدي، لو كان النصيري كان ممكن. النصيري يضرب بالراس من البرتغال. النصيري انا غير على داك الراس نعطيه انا كأس العالم، نعطيه احسن لاعب في العالم. انا ياك انا حتى انا مغربي، وداك الكنزعيه ديالكم غنمرضوا احنا مغاربه. انا مغربي حتى انا من حقي نقول النصيري هو الواعر كاع. انا اللي غيوصلني انا لنصف النهايه، انا اللي غيوصل المنتخب المغربي لنصف النهايه بداك الضربه نتاع الراس وداك الطلعه هذيك. صافي، فاش غادي تقارن له انت مع محرز ديالك؟ اش دار لكم انتوا محرز ديالكم؟ قال لك لو كان سميتو النصيري نقولوا معليش. وي 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 وي، انت تقول مع النصيري؟ انت عندكم شي واحد دار لكم النصيري؟ طلع بلادو لنصف النهايه داك النصيري، وشحال تكرفصنا عليه. هذاك الا ما سمحناش ما عندناش فين نباتو، ما محال واش ندخلوا لذاك الجنه. شتي ما سمحناش النصيري، مشينا في داكش. والله مسكينه. انا بعدا شنو درت عليه؟ يا لطيف يا لطيف، تنمرت عليه الصراحه. ولكن الديفو ما كانش فيه، الديفو كان في هذاك واحد. خليه يزيد هذاك، خليه يزيد، هو اللي كان دير لنا المشاكل. والله انا ديت معاه العيبان، درت عليه شي جوج فيديوهات مسكين. ها والله جوج كوشيات وكذا، هو والكعبي. الكعبي كنت كنسميهم الكعبي والزومبي، كنت كنسميهم وشكله عاكله، كانوا شكله وعاكله، وكان الكعبي والزومبي. ولكن مع ذلك يستاهل اخويا، يستاهل اخويا، يستاهل. لما كان ناقص، ماشي ناقص، كان خصو الثقه في النفس، كان خصو الثقه في النفس، عطاها له الركراكي تو سامبلو. كان خصو البسيشيك، لعب عليه مزيان الركراكي، صدق مزيان معانا. وملي مشى لاشبيليا زاد عاود زيان. ايوا والله، والله يسمح لنا، مسك الله يسمح لنا. لانه ايضا فاز بلقب الاتحاد الاوروبي، كاس الاتحاد الاوروبي مع فريق اشبيليا، وصل لنصف نهائي كاس العالم مع المنتخب المغربي. اذا كان هذا معيار وهذه نتائج تحسب، اذا كان هذا معيار. دابا المنتخب المغربي الحكيمي ولا بونو ولا نصيري وصلوا المنتخب ديالهم لنصف النهائي، اذا كان هذا انجاز. انتم سجلتوا في كاس العرب ما محسوبش كاع. كاس العرب لاعبين مع الدراري صغار، سجلتوا واحد الهدف، فتحتوا الدنيا، فتحتوا العالم. درتوه في امتحان الفيزيك، درتوه في امتحان الرياضيات، بقى لكم ديروا في امتحان التربيه الاسلاميه. واش حلال ولا حرام؟ واش ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ والله الا بقى لكم غير التربيه الاسلاميه، داروه في الانشاء، داروه في الفلسفه. ما مدى الحقيقه نتاع الهدف في ظل الشك ديكارتي؟ فهمنا؟ داروه في كل شيء، داروا في الماط، داروا في الفيزيكا. انا بقيت اس في تي يمشيو يشوفوا داك العشب هذاك، واش ملي تضرب داك الاخضر اللي كان في داك العشب، واش كافي للانزلاق نتاع الكره؟ يقري لك الاخضر نتاع العشب، يقري لك الفوتونات والزوتونات والجوتونات، يقري لك. وعباد الله، وداروا به بوم. باقي لدابا كيتكلموا على بلايلي والهدف اللي داروه في كاس العرب، جايب المنتخب الكبار عطاوه البقره، جابوه لعب مع المنتخب المغربي، ما عندهم حتى شي واحد تما محترف، عندهم بانو المسكين. وحنا حنا اللعابه نتاعنا وصلونا لنصف النهايه في مشهد اسطوري، خيال علمي، انجاز ما عمر تحلم به الجزائر، على الاقل في المدى المنظور ما عمر تحلم به الجزائر. نصف النهايه كاس العالم جامي تصافي، الا شي 1777، شي 1999. المهم حنا وصلنا لنصف النهايه، قال لك اذا حسبنا بانه انجاز. وشنو هو اللاعب بالنسبه لك؟
أليس اللاعب هو ذاك الذي يقدم خدمات جليلة لمنتخبه وللفريق لفريقه المحلي والفريق ديالو فيه كيلعب؟ اللاعب اللي كيلعب غير في مانشستر معناه أن الديفو فيه، هذاك كيلقى الكرة نتاع هالاند كيقد بها. اللاعب هو من اللي يجي يلعب مع المنتخب الجزائري ويجيب العز. زيد حافظ زيد. لا يوجد لا مسيري ولا بونو ولا رياض محرز، ويوجد صلاح ويوجد. إوا اشرح لنا دابا، اشرح لنا القجع كيحكم. لو كان كان القجع كيحكم غيديرهم ثلاثة مغاربة، والله ما تقدروا تهضروا نتوما كاع بعدا، يزيد يفقسكم. لو كان كان القجع هو اللي كيحكم يديرهم ثلاثة مغاربة ويقنعك، أي قنعك يحط تما بونو وحكيمي ونصيري. هاش بالك؟ هاش بالك؟ يلا زيد، حنا جوج اللعابة ما راهمش تما وما بكيناش، وما بكيناش ما شكيناش، جوج اللعابة يستحقوا يكونوا تما باعترافك أنت، واحد سميتو نصيري واحد بونو. أنتم عندكم واحد محيريز، واحد محيريز وفتحتوا الدنيا. عزيز العزيز.